بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الطلاب الأعزاء، طلاب وطالبات جامعة ميد أوشن، طلاب وطالبات برنامج ماجستير الإدارة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من مقرر Strategic and Operational Management MGM 630، أي الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية. هذه المحاضرة الثانية من ضمن محاضرات هذا المقرر. المحاضرة الثانية بعنوان Strategic Leadership Managing the Strategy Process. تالي يعني القيادة الاستراتيجية وإدارة العملية الخاصة بالاستراتيجية، إدارة العملية الاستراتيجية. هذه هي المحاضرة الثانية، محاضرة رقم 2، أيضا تأتي من ضمن المحاضرات الخاصة بالبارت 1 أو الجزء الأول. يعني إن شاء الله البارت 1 نتحدث فيه عن أو نقدم فيه 5 محاضرات. هذه المحاضرة الثانية من ضمن محاضرات البارت 1 اللي هو الـ A أو الـ Analysis، التحليل، أي تأتي من ضمن المحاضرات الخاصة بالتحليل الاستراتيجي. يعني من خلال التحليل نستطيع أن نوفر معلومات، وهذه المعلومات تساعد المديرين أو تساعد مديري الشركات لصياغة استراتيجية أو اختيار استراتيجية معينة. من خلالها يستطيع المدير أن يحقق الأهداف التي تم تحديدها، أي تحديد الأهداف التي تم تحديدها وتحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية محددة، أي فترة زمنية معينة. الليكشر أوتلاين، الموضوعات التي يعني تغطي هذا المقرر أو الذي نتناولها في المحاضرة الثانية. أولا نتحدث عن الفيجن، ميشن and values، الرؤية والرسالة والقيم المتعلقة بالشركة. 2، نتحدث عن الاستراتيجيك ليدرشيب، الموضوع الثاني، القيادة الاستراتيجية، ما هي القيادة الاستراتيجية وما هو القائد الاستراتيجي. What do strategic leaders do؟ أي ماذا يفعل القادة الاستراتيجيون؟ بعد ما نتعرف عليهم نتعرف ماذا يفعلون القادة الاستراتيجيون في الشركات. And then how do you become a strategic leaders؟ كيف تصبح قائدا استراتيجيا؟ There are many things we can do to be or we can do to be strategic leaders. Also, we discuss formulating strategy across levels. سياقة الاستراتيجية عبر المستويات المختلفة. Levels اللي هو المستويات، على مستوى 3 مستويات، على مستوى الشركة ككل، وكذلك على مستوى يعني وحدات الأعمال، وحدات الأعمال، وكذلك استراتيجية على مستوى الوظائف اللي هو الفانكشنال استراتيجي. على مستوى الوظائف هذه الفانكشنال استراتيجي. تاني نتعرف على how to formulating strategy across levels. الموضوع الثالث أو رقم 3 في المحاضرة الثانية، نتحدث عن أو نشرح the strategic management process، عملية الإدارة الاستراتيجية. عملية الإدارة الاستراتيجية، في هذه العملية المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية we discuss three types of process
or three stages or process of strategic management. النوع الأول أو الجزئية الأولى أو الخطوة الأولى، النوع من الاستراتيجية we discuss the top down strategic planning اللي هو التخطيط الاستراتيجي من أعلى إلى أسفل. نمرة اثنين سيناريو بلانينج، هذه النوع الثاني سيناريو بلانينج اللي هو استراتيجيات الاستراتيجية الخاصة بالسيناريوهات أي تخطيط السيناريو. أخيرا أو نمرة ثلاثة استراتيجي as planned emergency top down and bottom down، الاستراتيجية كظهور مخطط أو للطوارئ أو الاستراتيجية الطارئة، هذه تكون من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، يعني استراتيجية مخططة planned من أجل ظهور emergency طارئ معين. بالتالي هذه الاستراتيجية بتاخد اتجاهين من أعلى إلى أسفل وكذلك من أسفل إلى أعلى top to down and down to top. هذه الموضوعات التي إن شاء الله نناقشها في هذه في هذا المحاضرة أو في هذه المحاضرة الثانية من مقرر الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية. Learning objectives، المخرجات الخاصة بالتعلم وأهداف التعلم من المحاضرة هذه. Describe the role of vision, mission and value in the strategic management process، يعني بعد الانتهاء من هذا المحاضرة يكون الطالب قادر على describe وصف أو توصيف أدوار المتعلقة بالرؤية والرسالة والقيم في عملية الإدارة الاستراتيجية زي strategic management process. أيضا من مخرجات التعلم من خلال الموضوعات التي نغطيها يكون الطالب قادر أنه يقيم evaluate the strategic implement the strategic implementations of a product oriented and customer oriented vision statement. يقدر يقيم طالب يكون قادر على تقييم الآثار الخاصة بالاستراتيجية والمتعلقة باللي هو الرؤية الموجهة نحو المنتج وكذلك نحو العميل في المجال المعين. ثلاثة explain why، يعني يكون قادر على شرح وكذلك الجانب الخاص لماذا يعتبر الترسيخ بالنسبة للشركة في القيم الجوهرية في الكور values is essential for long term success، لتحقيق النجاح على المدى الطويل. Also outline how managers became strategic leaders، يكون قادر على التحديد كيف يصبح المدير انه يكون قائد استراتيجي. نتعرف على هذه النقطة من مخرج التعلم الخاص أو الـ learning outcomes من المحاضرة من أربعة. خامسا أو نمرة خمسة describe the roles of corporate business and functional managers in strategy formulation and implementation، يكون القادر أو الطالب قادر على وصف أدوار الخاصة بمديرية الشركات وكذلك الأعمال التجارية والموظفين فيما يتعلق بسياقة الشركة وتنفيذها المتعلق باللي هو يعني formulation and implementation، formulate سياقة و implementation تنفيذ. Lastly the student to be able to evaluate top down strategic planning scenario planning and strategy as planned emergence، يقدر يقيم التخطيط الاستراتيجي من أعلى إلى أسفل وكذلك التخطيط الخاص بالسيناريو والتخطيط المخطط لظهور طارئ معين أو emergence محدد. هذه learning outcomes أي مخرجات التعلم لهذه المحاضرة. Moving on topic of the lecture، الموضوعات الخاصة بالمحاضرة. The first one is vision, mission and values، الرؤية
والرسالة والقيم. An effective strategic management process lays the foundation for sustainable competitive advantage. So, strategic leaders design a process to formulate and implement strategy. يعني دائما يعني العملية الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، عملية الإدارة الاستراتيجية اللي هو الإفكتيف الفعالة، يعني القادرة على تحقيق الأهداف، الفاعلية بمعنى المقدرة على تحقيق الأهداف. هذه الاستراتيجية الفعالة أو عملية الاستراتيجية الفعالة هذه بتصبح يعني هي الأساس، هي الفاندمنتال. طيب فاندمنتال لإيش؟ فاندمنتال للحصول على الميزة التنافسية، يعني بمعنى العملية المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية، العملية اللي هو التي تتكون من الرؤية والرسالة والقيم. هذه العملية أو هذه العملية الاستراتيجيك بروسيس هي يعني إذا كانت هي فعالة، هذه تضع أساس قوي جدا للحصول على الميزة التنافسية الخاصة بالشركة، وهذه الميزة تكون ميزة مستدامة. Sustainable مستدامة، Sustainable Competitive Advantage. بالتالي Strategic Leaders القادة الاستراتيجيون يقومون بتصميم Design a process to formulate and implement strategy. هؤلاء القادة من خلال هذه يقومون بتصميم عملية خاصة بالاستراتيجية، هذه العملية يضع من خلاله سياقة وتنفيذ. الصياغة المقصود بالصياغة الاستراتيجية اختيار استراتيجية محددة أو تبني استراتيجية محددة، وهذه الاستراتيجية لابد أن يتم تنفيذها على أرض الواقع من أجل تحقيق الأهداف. بالتالي strategic leadership pertains to executive use of power and influence to direct the activities of others, then pursuing an organization's goals. بالتالي القيادة الاستراتيجية يعني القيادة الاستراتيجية هذه تتعلق أو تكون يعني يختص باستخدام أو باستخدام المديرين التنفيذيين للسلطة، الاكزيكتيفز اللي هو المديرين التنفيذيين، اكزيكتيفز المديرين التنفيذيين للسلطة، وكذلك الانفلونس التأثير لتوجيه الآخرين عند متابعة الأهداف الخاصة بالشركة، أو متابعة الأهداف أو اللي هو برسيونج، متابعة برسيونج آن أورجنايزيشن سكورز، متابعة الأهداف الخاصة بالمنظمة. بالتالي the first step in this process is to define a firm vision, mission and values. إنه الخطوة الأولى في هذه العملية، العملية الخاصة بالإدارة الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية، إننا define يعني نعرف أو نحدد رؤية الشركة ورسالة الشركة أي مهمة الشركة، وكذلك القيم. هذه الخطوة الأولى في العملية المتعلقة بالرؤية والرسالة والقيم، أي عملية الإدارة الاستراتيجية التي تتعلق بتحديد الرؤية والرسالة والقيم. طيب next, to define these basic principles, strategic leaders can ask these questions. يعني هذه هي يعني لكي نحدد أي لكي نقوم بتحديد أي نقوم بتحديد هذه المبادئ الأساسية، يمكن للقادة الاستراتيجيين إنه يطرحوا الأسئلة التالية، من ثم يجيبوا لهذه الأسئلة كقائد استراتيجي لو إنك تجيب يعني تطرح هذه الأسئلة. طيب أول سؤال متعلق بالفيجن الرؤية، What do we want to accomplish ultimately؟ الرؤية، ماذا نريد أن نحقق أو أن نحققه في نهاية المطاف، أو أين نحن الآن وماذا نريد أن نكون في المستقبل. هذه رؤية، هذه رؤية الشركة. المشن، رسالة أو مهمة الشركة، How do we accomplish our goals؟ كيف نحقق أهدافنا؟ لأنه المشن سبب وجود الشركة نفسه، الرسالة أول الهدف الذي من أجله
تم إنشاء الشركة والميشن المهمة. بالتالي يعني المهمة كيف نحقق أو الكيفية التي نحقق بها أهدافنا نحن كشركات. Finally, values. الفاليوز اللي هو what commitment، ما هي الالتزامات التي نتعهد بها. Do we make الالتزامات التي نتعهد بها نحن كشركة ونضعها في الاعتبار وللعمل، أو يعني نمارس هذه الأكشنز بشكل legally boss، يعني boss بشكل يعني legally قانوني and ethically بشكل أخلاقي. قانوني لوائح نظم وكل الجوانب اللي هو الأخلاقية التي تنظم تبعت منها قانونية. ethically من ناحية أخلاقية. As we pursue our vision and fire and mission. يعني بشكل قانوني وأخلاقي، بالتالي بينما نسعى لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا كشركة. Our vision and mission. هذه هي اللي هو يعني عشان نحدد المبادئ الأساسية لابد للقادة الاستراتيجيون يطرحوا هذه الأسئلة، يتعرفوا على الرؤية والرسالة والقيم، من ثم العمل من أجل تحقيق الرؤية والرسالة من خلال الفاليوس أو اللي هو القيم المحددة. Moving on the details of this three point vision, mission and values. The first one is vision اللي هو الرؤية. A vision a capture an organizational aspiration and spells out what it ultimately wanted to accomplish. هذه الرؤية تتجسد في يعني التطلعات أو الطموح الخاصة بالمؤسسة، بالتالي توضح ماذا نريد أن نحققه أو أين نحن الآن وماذا نريد أن نحقق هذا الشيء في المستقبل، أو ماذا نريد أن نكون ultimately في النهاية أو في نهاية المطاف الخاصة بالمجتمع. هذه الرؤية. بالتالي an effective vision الرؤية اللي بتكون يعني effective فعالة في المنظمة، هذا يدي الشعور بأن يكون هناك يعني winning أرباح أو يكون هناك نجاح. and motivates employee at all levels to aim for the same target while leaving room for individual and team contributions. هنا حتى المساهمات يعني المساهمات الخاصة individually من ناحية فردية، وكذلك المساهمات الخاصة التيم أو بالطريقة الجماعية عن طريق فريق العمل. في النهاية نستطيع أن نصل إلى رؤيتنا، ماذا نريد أن نكون يعني أين نحن الآن وماذا نريد أن نكون في المستقبل أو في نهاية المطاف. Moving on mission الرسالة أو مهمة الشركة أو رسالة الشركة. Building on the vision يعني بناء على الرؤية هذه، organizations establish a mission which describe what an organization actually does. يعني بناء على الرؤية نفسها الشركات هذه تؤسس رسالة معينة أو مهمة معينة. هذه الرسالة تصف به ما تفعله المنظمة بالفعل، يعني الغرض الذي من أجل تم إنشاء المنظمة أو الذي يعني تستطيع أن تحققه بالفعل الأهداف. بالتالي that is the products and services it plans to provide and the markets in which it will compete. يعني المنتجات والخدمات التي تخطط الشركة لتقديمها والأسواق التي سوف تتنافس فيها الشركة. Markets in which it will compete اللي هو يتنافس فيها. هذه هي الرسالة. بالتالي people sometimes use the terms vision and mission. بالتالي يعني بيكون يعني يقومون باستخدام الرؤية والرسالة
كمصطلحين مع بعض وتبادل هذه، لكنهم يختلفون في العملية الخاصة بالإدارة الاستراتيجية. But in the strategy process they different. يعني هناك بكون اختلافات في الاستراتيجية واختلافات في الجانب الخاص بالاستراتيجية. هذه هي الرسالة المشن. So let me moving on the values. القيم. While many companies have a powerful vision and mission statement, they are not enough. تمام؟ يعني كون احنا كشركة أو كل الشركات أو العديد من الشركات التي يعني تكون لديها رؤية صاقبة ورسالة واضحة، وهذه الرسالة رسالة قوية، إلا أنها ليست كافية. It's not enough. بالتالي an organization's values should also be clearly articulated in the strategy process. مهم جدا. يعني بالتالي يجب أن هذه الشركات لابد أن توضح قيم المنظمة بشكل واضح في عملية الإدارة الاستراتيجية. يعني في عملية الإدارة الاستراتيجية كمرحلة أولى لابد أن نوضح بجانب الرؤية والرسالة، لابد أن نوضح كذلك القيم. يعني الرؤية الصاقبة ولا الرسالة القوية والواضحة it's not enough or are not enough. بالتالي لابد أن تكون هي يعني تحدد الـ values في العملية الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، لأن القيم توضح في هناك الجوانب القانونية والأخلاقية كما ذكرنا، اللوائح والسياسات والثقافة الشركة وكل ما يتعلق بتنفيذ العملية الاستراتيجية من استراكشر وثقافة وكل هذه الأشياء، حتى الرقابة الاستراتيجية هي كل عبارة عن قيم تتخذها الشركة بالتالي لتحقيق الأهداف المعينة أو لتكملة السلسلة الخاصة بالعملية المتعلقة بالمراحل الأولى في العملية الخاصة بالإدارة الاستراتيجية. So what next? Do vision statement help firms gain and sustain competitive advantage? يعني هل الرؤية هذه تساعد على زيادة الشركات في الحصول على الميزة التنافسية والمحافظة عليها؟ يعني هل هذه الرؤية التي تم توضيحها بشكل واضح، هذه الرؤية الفيجن ستيتمنت help firms تساعد الشركات في الحصول والمحافظة على الميزة التنافسية؟ بالتالي يعني الإجابة لهذا السؤال يكون هناك اختلافات، يعني على حسب تعتمد في نعتمد الإجابة على هذا السؤال بناء على الرؤية نفسها. بالتالي the effectiveness of vision here effectiveness of vision statement بالتالي difference based on the type بناء على النوع. يعني لدينا نوعين من أنواع الرؤية نفسها. The first one customer oriented vision statement، في رؤية تسمى الرؤية الموجهة نحو الكاستمر. هذه الرؤية الموجهة نحو الكاستمر الو كم يعني نوعين، في رؤية موجهة نحو الكاستمر العملاء، وفي رؤية ثانية موجهة oriented vision statement اللي هو product oriented vision statement، الرؤية الموجهة نحو المنتج. المنتج في رؤية لشركة، يعني شركة يعني في الرؤية نفسها concept into visions. The first one customer oriented vision statement and the second one product oriented vision statement. Customer oriented vision statement allow companies to adopt to a changing environment. بالتالي هذه الرؤية الموجهة يعني يخلي الشركات لازم تتكيف مع البيئة المتغيرة، لأنه
ال changing environment وأنت تتحدث عن العملاء وهناك تغيرات في البيئة، لابد إنك الرؤية الموجهة نحو العملاء تتكيف مع هذه المتغيرات البيئية الخاصة، بالذات اللي هو ال change environment. أما ال product oriented vision statement often constrain this ability. بالتالي يعني هذه الرؤية غالبا ما يعني تكون مقيدة في هذه المقدرة أو المقدرات المعينة في إنها يعني المنتج هذا يكون قادر على إشباع ورغبات وتطلعات هؤلاء العملاء والكاستمر. بالتالي this is because customer oriented vision statement focus employees to think about how best to solve a problem for a consumer. هذه تركز على يعني الرؤية هذه بيانات الموجهة نحو العملاء تركز تركيز كبير جدا الموظفين على التفكير في أفضل السبل لحل المشكلة المتعلقة بالمستهلكين، مشكلة المستهلكين أي المشكلة التي يعني يعاني منها المستهلكين، بالتالي نريد أن نجبر ونحل هذه المشكلة من ما نقدمه ما تقدمه الشركة من منتج أو خدمة، وهذه المنتج أو الخدمة تكون بها خصائص وتكون بها مواصفات، هذه الخصائص والمواصفات تلبي هذه الاحتياجات والرغبات. هذه الرؤية الموجهة نحو المنتج، المنتج هذه لازم يكون لديها خصائص، هذه الخصائص هذه تجيب رغبات الكاستم أو كونسيوم أو المستهلكين. تالي يعني هنا يعني هناك نوعين من الرؤية موجهة نحو كاستمر ورؤية تانية موجهة نحو العملاء نحو المنتج. طيب هنا نعرف الرؤية الموجهة نحو المنتج والرؤية الموجهة نحو بشيء من التفصيل. Product Oriented Vision Statement يعني الرؤية الموجهة نحو المنتج، هذه A Product Oriented Vision هذه Define كيف تعرف إيش؟ Define a business in terms of a good or services provided. يعني هي الموجه نحو المنتج من حيث يعني تعرف لين من تعرف او يعني تكون هذه تعرف نحو الاعمال من حيث الخدمه المقدمه. يعني الاعمال التي تمارسها من حيث الخدمه المقدمه. الاولى يعني good or service provided. هذه الرؤية اللي هو الموجه نحو اللي هو product، هذه الأولى product oriented vision statement. طيب بينما الثانية الكاستمر oriented vision statement، كاستمر oriented statement define a business يعرف الأعمال in terms of providing solutions to customer needs. هذه هي تعرف يعني الأعمال الرؤية هذه تعرف الأعمال من حيث توفير حلول لاحتياجة العملاء، وده مهم جدا. نوفر providing solution توفير الحلول to what to customer needs. نتكلم عن الكاستمر، نوجه أو نوفر حلول لاحتياجة العملاء، وهنا في المنتج نوفر يعني خدمة مقدمة، وهذه الخدمة أو المنتج تشبه رغبات احتياجات الخاصة للعملاء من خلال خصائص موجودة في البرودكت. هذه اللي هو الفكرة أو الرؤية الموجهة نحو البرودكت المنتج، وكذلك رؤية الشركة الموجهة نحو الكاستمر في المجال المعين. بالتالي فينا يعني الشكل هذا يعني provide additional examples of companies with customer oriented vision statement. يعني هنا في مجموعة من الشركات كإكزامبل أو رؤى لشركات اتبعت يعني رؤية موجهة نحو الكاستمر أو الكاستمر oriented vision statement. شوف هذا الجدول مثلا
يعني ده يعني companies with customer oriented vision statement، يعني مجموعة من الشركات توجه مثلا شركة أمازون رؤيتها to be air most customer، بالتالي that the company to build a place where people can come to find and discover anything they might want to be or want to buy online. هذه رؤية أمازون الموجهة نحو الكاستمر. Alibaba to make it easier to do business anywhere. هذه رؤية شركة Alibaba الموجهة نحو الكاستمر. يكون عبارة عن شركات مثلا جوجل جي اي اي بي ام to be the best service organized in the world. مايكروسوفت اوفيس الرؤية الموجهة نحو الزبون. نايك وول مارت ياهو كلها عبارة عن شركات. هذه عبارة عن أمثلة للرؤية الموجهة نحو الكاستمر بالنسبة للشركات العالمية. For example, so for explain this idea. الفكرة اللي هو التي تقول إن الرؤية الموجهة نحو الكاستمر أو رؤية الشركة الموجهة نحو الكاستمر. طيب. Moving on. The second topic in this lecture. الموضوع الثاني في المحاضرة الثانية اللي هو strategic leadership. القيادة الاستراتيجية. ما هي القيادة الاستراتيجية؟ ماذا تصف أو ما تصف القيادة الاستراتيجية؟ Strategic leadership. Describe the executive successful use of a power and influence to direct the activities of others when pursuing an organizational goals. هذه القيادة الاستراتيجية هذه تصف لنا الاستخدام الناجح للسلطة للباور يعني السلطة أو القوة التي يتمتع بها الاكزيكتيفز المديرين التنفيذيين او القائد الاداري سوري القائد الاداري لكن يتاثر او يعني هذه الـ 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 القوه من خلاله يكون في تاثير للمديرين التنفيذيين. لما القائد او المدير التنفيذي لما لتوجيه الانشطه او انشطه الاخرين عند متابعة أهداف المنظمة أو when pursuing pursuing للمتابعة when pursuing an organizational goals عند متابعة أهداف المنظمة. هذه اللي هو الاستراتيجيك ليدرشيب تصف الاستخدام الناجح للسلطة والتأثير للمديرين كذلك لتوجيه الأنشطة الخاصة بالآخرين عند متابعة أهداف المنظمة أو أهداف الشركة. بالتالي executive whose vision and actions enable their organizations to achieve competitive advantage demonstrate strategic leadership. تعني يعني المديرين التنفيذيين رؤيتهم هذا تمكنهم يعني الرؤية والأفعال الاثنين مع بعض تمكن هؤلاء المديرين الاستراتيجيون انه يقودوا المؤسسات او الشركات من اجل تحقيق الميزة التنافسية في المجال المعين. هذه كمثال أيضا مارسيا ماير name of person هي demonstrate strategic leadership in defining a new vision and mission. هي يعني executive manager of Yahoo هي مديرة التنفيذية لشركة ياهو طورت رؤية جديدة ورسالة جديدة to put Yahoo new mission and vision رؤية ورسالة جديدة into action. بالتالي she works يعني هي يعني مديرة التنفيذي she worked to get Yahoo الآن وغيرت حتى في الكلتشر الخاصة بشركة ياهو إلى أن وصلت إلى الأهداف المعينة من خلال تغيير اللي هو الفيجن والميشن الخاص بالشركة. بالتالي هذه يعني المديرة مارسيا ماير
يعني أصهرت قيادتها أو القيادة الخاصة بالجانب الاستراتيجي في تحديد رؤية ورسالة جديدة لشركة ياهو، لأن هي المدير التنفيذي لشركة ياهو آنذاك. بالتالي وضعت هذه الرؤية والرسالة موضع التنفيذ، وكذلك عملت بتجديد اللي هو الثقافة الخاصة والشركة الخاصة شركة ياهو. بالتالي انه يعني القائد الاداري ممكن ان يصل او ممكن ان يصل لاهداف المنظمه من خلال وضع رؤيه محدده ورساله محدده وتنفيذ هذه الرؤيه ورساله على ارض الواقع من خلال هناك فاليو معين الى ان تصل الى الاهداف المحدده او الاهداف التي تم تحديدها في المجال. هؤلاء يعني هذا ما يعني الاشياء التي يقوم به هو الاستراتيجيك ليدرشيب او الاكزكتيف مانجر او اني كامباني المدير الاكزكتيف المدير التنفيذي. طيب موفينج اون نكست سلايد، وات دو استراتيجيك ليدرشيب دو، ماذا يفعل القاده الاستراتيجيون؟ كويشن مارك، سؤال. ماذا يفعل القادة الاستراتيجيون؟ So what do strategic leader to leaders do that makes some strategic leaders more effective than others؟ يعني ماذا يفعل القادة أو ماذا يعني ما الذي يقوم بفعله القادة الاستراتيجيون ويجعل بعض القادة الاستراتيجيين أو الاستراتيجيون هم أكثر فاعلية من غيرهم more effective than others؟ يعني هناك قادة استراتيجيون يفعلوا شيء ما، هذا الأشياء الذي يفعلونه يجعل منهم أو يجعل من هؤلاء القادة بأنهم أكثر فاعلية من غيرهم. من غيرهم بمعنى يعني من غيرهم أو من غيرهم من القادة الاستراتيجيون الآخرين الذين لم يفعلوا هذا الشيء. ما هو الأشياء الذي يقومون بفعله هؤلاء القادة الناجحون؟ بالتالي هنا يعني في كمثال in recent study، في دراسة حديثة recent حاجة حديثة recent study of more than 350 CEOs chief executive officer اللي هو المدير التنفيذي، يعني دراسة، هذه دراسة حديثة كان مجتمع الدراسة المديرين التنفيذيين، وشملت هذه الدراسة عدد 350 مدير تنفيذي سي اي او، سي اللي هو اكيف، اي اكزيكتيف، الاو اوف اوفيسز. بالتالي ان ذا ان ريسنت ستدي اوف مور ذان 350 سي اي اوز استراتيجي سكولرز فاوند ذات ذي سبنت اون افريج 67% of their time in meetings and 13% working alone, 7% on email, 6% on phone calls, 5% on business mails, and 2% on public events. تمام؟ دراسة حديثة أثبتت، أو هذه الدراسة الحديثة يعني كان لمجتمع دراسة، والمجتمع يتكون من المديرين التنفيذيين، وكان عددهم 350 مدير تنفيذي. وجد العلماء أو الأشخاص الذين قاموا بهذه الدراسة اللي هو العلماء الاستراتيجيون أن يقضون في متوسط العمر أنه 67% من الوقت في الاجتماعات الميتينجز اللي هو الاجتماع، 13% يعملون بمفردهم او working alone، و 7% ينشغلون بالبريد الالكتروني اللي هو الايميل، و 6% من الوقت ينشغلون بالمكالمات الهاتفيه والمكالمات الخاصه بالتليفون الجوال،
5% من الوقت لهؤلاء المديرين التنفيذيين يقضون في واجبات العمل business mails، و 2% من وقتهم بالتالي يكون في الأحداث العامة اللي هو public events. توزيع للوقت لإدارة الوقت، لذلك يعتبر هؤلاء القادة هم ناجحون. هذا التقسيم للوقت بالنسبة للدراسة أجريت لعدد 350 مدير تنفيذي. بالتالي هنا في شكل، هذا الشكل بوضح إنه other students have also found that most managers اللي هو prefer، يعني ده يعني الشكل هذا بوضح لنا التقسيم الخاص بالوقت. لكن هنا أيضا يعني الجزئية أو الفقرة الأخيرة هذه بوضح إنه يعني هناك أو دراسة أخرى يعني وجدت إنه معظم المديرين يفضلون اللي هو الاتصال، تكون اتصال oral communication. oral communication بمعنى اتصال شفهي، يعني التحدث عن طريق التحدث لمديرين تنفيذيين. بالتالي spend most of their time، يكون حد يعني يقضوا معظم الأوقات في الانتراكت أو interacting تفاعل talking، يكون في تحدث ويكون في التهيئة والاستماع والإيماء مجموعة واسعة من الأطراف بتكون داخل المنظمة. لذلك أيضا دبر دراسة أخرى وضحت هذه الأشياء. لذلك إنه الأورال كوميونيكيشن يعتبر مهم جدا بالنسبة للمديرين التنفيذيين. لماذا؟ لأنه لازم يكون في انتراكتنج التفاعل، لأنك لما تقيم اجتماع افتراضي يختلف عن الاجتماع الذي يقام حضوري وفيه تفاعل ما بين أفراد المنظمة. طيب next، هذا الشكل اللي بوضح التقسيم، الجدول اللي بوضح التقسيم اللي هو 67% face to face meeting الاجتماعات، وكذلك 13% working alone يعملون لوحدهم، و 7% من وقتهم وقت المديرين التنفيذيين ينشغلون بالإيميل، 6% بالكولز اللي هو الفون كولز المكالمات التلفونية، وكذلك 5% في الواجبات الخاصة بالأعمال، و 2% في الأحداث العامة أو البابليك إيفنتس. هذا هو التوزيع بالنسبة لأوقات المديرين التنفيذيين الناجحين في المجال المحدد، أو ماذا يفعل المديرين التنفيذيون؟ يفعلوا في أثناء من خلال دراسة أجريت هذا التوزيع لفعلهم أو لعملهم داخل المنظمات أو الشركات. طيب next، هنا اللي هو الجانب الخاص بال surprisingly given the advanced information technology، وجدنا انه ESO today spent most of their time in face-to-face meetings، يعني التقدم الحصل في التكنولوجيا من معلومات والانفورميشن، التطور الحاصل الآن وصل انه وجد انه الرؤساء او المديرين التنفيذيين خلال اليوم يقضوا معظم اللي هم يفضلون الاجتماعات هذه تكون فيس تو فيس، الميتينجز هذا يعني يكون فيس تو فيس، فيس تو فيس ميتينجز. بالتالي زي كونسيدر يعني يعتبروا هم المديرين لماذا يعني يفضلون الفيس تو فيس ميتينجز، واي prefer this idea، because they consider face-to-face meetings most effective in meetings their message across and obtaining the information they need. إنه الاتصالات أو الاجتماعات وجه لوجه مع المرؤوسين أو مع العاملين هذه أكثر فاعلية. لماذا؟ يعني بتكون يعني يمكنهم من إرسال الرسائل المسج والحصول على المعلومات كذلك التي يحتاجونها في يعني، انما يكون هناك الميتينجز فيس تو فيس هذا يعني يساعدك في الحصول على المعلومات بسرعه، يكون في انتراكتنج في تفاعل انتراكشن. كذلك not only do meetings present data through presentations and overall communications but they also enable
ESO to pick up on Richie language, okay, such as family, body language and mood. لكل عبارة عن أمثلة. يعني لماذا يفضلون؟ لماذا يفضلون الاجتماعات وجه لوجه؟ بالتالي يعني هذا تمكن المديرين التنفيذيين اللي هو يعني الاكزيكتيف مانجرز او السي اي او تمكنهم من انهم التعرف على الايماعات القير اللفظيه وكذلك اللي هو تعبير الوجه ولغه الجسد والمزاج المود. كل هذه الاشياء يعني اذا لم يكن هناك اجتماع وجه لوجه او لا تظهر هذه الاشياء اذا كانوا يستخدمون البريد الالكتروني. اذا يعني وضح انه يعني هذه الاشياء المزاج والتفاعل وكذلك اللي هو الجانب اللفظي وتعابير الوجه هذه لا يستطيع ان يتحصلوا على هذه الاشياء اذا كان هذه المعلومات عن طريق الايميل، لكن عندما يكون وجها لوجه يستطيعون ان يعني يكتشفوا هذه الاشياء، وهذه مهمه للمديرين التنفيذيين او اللي هو القاده الاستراتيجيون في المجال الحضري. So what next? How do you become a strategic leader? كيف تصبح قائد استراتيجي؟ تالي is becoming an ethical and effective strategic leader. In it, can it be learned? يعني هل تصبح قائد استراتيجي يعني أخلاقيا فعل هي يعني من ناحية فاعلية هو أمر فطري أم تعلمي؟ يعني which is better and which is better one for you. إنه القادة الاستراتيجي أفضل من يكون بالإنيت. إنيت معناها الفطرة، يعني في هناك قادة استراتيجيون بالفطرة. فطرة بمعنى يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع صفات معينة، هذه الصفات المعينة يعني توفرت في هذا الشخص إنه يكون قائد من دون تعلم أو من دون تعليم. وشخص آخر بتحصل على إنه يكون قائد يقود أشخاص أو مجموعة من الأشخاص إذا كان المستوى المجتمع أو المستوى المنظمات أو الشركات عن طريق التعلم. هذا نمطين، نمط فطري ونمط عن طريق التعلم. Which is better؟ نجاوب على هذا السؤال. According to the upper echelon strategy، يعني based on the أو بناء على نظرية تسمى أو وفقا لنظرية، هذه نظرية تسمى نظرية المستويات العليا. Organizational outcomes including strategic choices and performance levels reflect the values of the top management team. يعني وفقا لهذه النظرية، هذه النظرية تعكس النتائج التنظيمية في الخيارات الخاصة بيسموها بالخيارات الاستراتيجية على المستويات الخاصة أو المستويات المختلفة. يعني المستويات المختلفة بالنسبة للاستراتيجية على مستوى يعني الإدارة العليا أو كل الإدارات، لكن هنا يعني بحدد هذه النظرية أو بتعكس هذه النظرية إنه النتائج أو الـ outcomes التنظيمية وكذلك الخيارات الاستراتيجية والمستويات الأداء في القيم تكون دائما في قيم فريق الإدارة العليا، الفريق الموجود في الإدارة العليا. بالتالي these are the individuals at the upper echelons or levels of the organization. إذا هم الأفراد الذين موجودين في المستويات الخاصة بالإدارة العليا أو المستويات العليا في المنظمة في الشركة. طيب the theory states اللي هو هذه النظرية تنص على الآتي. يعني أي نظرية لديها فلسفة. ما هي النظرية؟ نظرية اللي هو المستويات العليا. هذه النظرية تنص على يعني the theory states that executive interpret solutions through the length of their unique perspective by personal circumstances, value and experiences. هذه النظرية تنص على أنه المديرين التنفيذيين، هؤلاء المديرين يفسروا المواقف من خلال وجهة نظرهم الفريدة. هذه وجهة نظر التي تعكس أو التي يعني تعكس أو تشكل من خلال الظروف الشخصية والقيم والتجارب أو الخبرات. من خلال هذه الأشياء هم يفسرون المواقف. يعني اعتبر انه الـ personal circumstances and value and experience is important. So their relationships, actions
reflect characteristics of age, education, and career experiences filtered through personal personalities of the situations they face. هذه يعني التصرفات بناء على وجهة نظرهم، هذه تعكس تصرفاتهم القيادية من خلال خصائص العمر، العمر برضو لديه يعني دور كبير، والتعليم والخبرة المهنية، وهذا يتم التصنيف من خلال التفسيرات الخاصة بالجوانب الشخصية للمواقف الذي يواجهونه، أو اللي هو situations they face. situations they face اللي هو المواقف الذي الحالات أو المواقف التي تواجه هؤلاء المديرين. بالتالي the upper assurance theory furthers the idea that strong leadership is the result of both innate abilities and learning. هنا في هذه الجزئية يجاوب على السؤال اللي هو السؤال، ما هو القائد الأفضل؟ هل من القائد هذا يعتمد القائد الفطري بالفطرة، أم القائد الذي وصل القيادة عن طريق التعلم؟ نظرية القيادات العليا، هذه النظرية توضح أنه القائد الناجح والقائد اللي يعني تكون يعني السترونج الذي يتمتع بعلاقات قوية ويكون قائد قوي، يعني لابد أنه هو يجمع ما بين الاثنين، بوس إنين فطرة، يعني يكون بالفطرة قائد، وفي نفس الوقت يكون اللي هو ليرنينج تعلم، يعني يجمع بين الخاصيتين، القائد الناجح والقائد المفضل هو القائد الذي يجمع ما بين الفطرة والتعلم. هذا بيزن اون هذه بناء على وفقا او بناء على هذه النظرية، نظرية الصفات العليا. So next, according to the level 5 leadership mind, effective strategic leadership go through an actual organization of 5 levels. وفقا للهرم، في هرم معين، هذا الهرم تسمى هرم القيادة الذي هي 5 مستويات، والقادة يمرون في هذه الهرم بهذه المستويات الخمسة، القادة الفاعلون يمر بهذه المستويات الخمسة. بالتالي each level يعني كل مستوى build up on the previous one، يعني كل مستوى يعني يبني على المستوى السابق، يعني بمعنى لم تنتقل إلى المستوى ما لم تستوفى شروط المستوى الأول، ولم تنتقل إلى المستوى الثاني ما لم تستوفى شروط المستوى الثالث. لم تنتقل إلى الثالث ما لم تستوفى شروط المستوى الثاني. لذلك يعني هنا يعني وضح إنه البيلت أب أون ذا بريفيوس وان اللي هو المستوى الذي يليه. بالتالي ذا مانجرز المدير أو ذا مانجر المدير كان موف أون ذا نيكست ليفل، كونك تتحرك أو تنتقل إلى المستوى النكس اللي هو المستوى الأعلى أو المستوى الآخر of leadership في القيادة only when the current level has been mastered. تمام، مهمة جدا هذه النقطة. يعني في هذا أنت كمدير في 5 مستويات، 5 مستويات من الإدارة، لما تكون في قمة المستوى لازم تمر بالمستويات الخمسة هذه. بالتالي هنا المدير أو الرجل المدير الذي يقود شركة معينة يعني لم ينتقل المستوى التالي من القيادة، لا يستطيع أن ينتقل إلا أن يتقن المستوى الحالي الكارنت ليفل، تتقن المستوى الحالي and then to move into another levels، تنتقل المستوى الأعلى. يعني 5 مستويات، المستوى الأول، المستوى الثاني أعلى من الأول. عشان تنتقل للمستوى الثاني لابد ان تكون استوفيت او يعني اتقنت كل الاشياء التي تتوفر في المستوى الاول and then to move to next level. On the left اللي هو في ذا الشكل واضح انه في الجانب الايسر في الليفت لدي اللي هو capabilities، و on the right او في الجانب الايمن هذه في اللي هو suggestions that the model of the اللي هو valuable القيمة as well as to the individual looking to develop the capacity for a greater success عشان تحقق نجاح أكبر.
شوف اللي هو الجانب الايمن والجانب الايسر. الجانب الايمن نوضح، الجانب الايمن بوضح اللي هو الكمبانيز الكابابيلتيز قدرات، والجانب الايمن بوضح اللي هو المقترحات او المودرن نموذج القياده. هذا الشكل، هذا الشكل بوضح خمسه مستويات، المستوى اللي هو ليفل 1 وليفل 2 ليفل 3 4 ليفل 5. طيب بمعنى يعني لا تنتقل للمستوى الثاني ما لم تستوفى كل او ما لم تتقن كل ما يتعلق بالمستوى الاول من 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 من, من مقدرات. طيب ما هي اشياء المستوى الاول؟ هنا اللي هو ميكس، هنا هذه الكابابيلتيز، هذه الكابابيلتيز اي مستوى لديه كابابيلتيز تختلف. هذه المستوى الاول، القدرات الخاصه بالمستوى الاول. اذا استوفيت هذه القدرات تنتقل الى المستوى الثاني. اذا استوفيت يعني قدرات المستوى الثاني يحق لك ان تنتقل في القياده الى المستوى الثالث. بعد ما تستوفى شروط المستوى الثالث انك تنتقل الى المستوى الرابع. بعد ما تستوفى المقدرات او الكابابيلتيز الخاصه بالمستوى الرابع سوف تنتقل الى المستوى الخامس. هاي كابابيل انديفيدوال لديها قدرات معينه، كونتريبيوتنج تيم ممبر يوزنج هاي ليفل اوف انديفيدوال، يعني قدرات معينه كده تصف هذه القدرات، يعني تستوفى هذه ثم تنتقل الى المستوى الثالث اللي هو الكومبوننت مانجر. هنا اللي هو efficient and effective organizing resources، يعني انك تنظم هذه الموارد. and then استوفيت هذه القدرات تنتقل الى effective leader، قائد، تكون قائد يعني فعال. استوفيت شروط القائد الفعال تكون executive او تكون المدير التنفيذي. اي مستوى بناء على capabilities قدرات معينه، لا تنتقل للمستوى الاعلى ما لم تستوفى او ما لم تتقن المستوى الحالي اللي انت فيه كمدير او كمدير او كقائد معين او كمدير تنفيذي او كقائد. هذه بيزن اون ذا اللي هو نظرة الصفات او الصفات العليا. طيب نيكست فورميليشن استراتيجي اكروس ليفلز، هنا في سياقه للاستراتيجيه، فورميليتنج اللي هو سياقه، سياقه الاستراتيجيه على عبر المستويات. ما هي المستويات؟ لدينا ثلاثة مستويات: كوربريت استراتيجي لمستوى الشركة، هذا يسمى الكوربريت، واحد. اثنين اللي هو البيزنس استراتيجي، استراتيجيات لمستوى وحدات الأعمال، وكذلك الفانكشنال استراتيجي، استراتيجيات لمستوى الوظائف. طيب according to the upper assurance theory the top management team primary determines a firm's ability to gain and sustain comparative advantage through the strategies they pursue. يعني وفقا للنظرية هذه يتم تحديد فريق الإدارة العليا بشكل أساسي مقدرة أو قدرة الشركة في الحصول على الميزة التنافسية والمحافظة عليها، كذلك من خلال الاستراتيجيات التي يتم اتباعها، الاستراتيجيات إما على مستوى الشركة أو البيزنس أو على مستوى وحدات الأعمال. Given the importance of each strategies we need to gain a deeper understanding of how they are from. بمعنى يعني نظرا لأهمية هذه العملية هذه الاستراتيجيات على مستوى المستويات المختلفة، بالتالي يكون هناك احتياج لاكتساب فهم أعمق، لازم يكون في فهم، والفهم يكون بتعمق. لذلك نستطيع أن نشكل استراتيجية وننافس بها في المجال المحدد across of levels على المستويات المختلفة. بالتالي strategy formulation concerns the choice of strategy in terms of where and how to compete. صياغة الاستراتيجية هذه concerns تتعلق بإيش؟ تتعلق باختيار الاستراتيجية من حيث مكان وكيفية المنافسة، حيث where اللي هو المكان and how الكيفية where and how to compete. يعني ما المقصود بالصياغة كي نشرح هذه النقطة؟ صياغة الاستراتيجية معناها اختيار استراتيجية معينة، يعني اختيار استراتيجية معينة. نتكلم إن شاء الله عنه محاضرة كاملة الصياغة هذه في مش محاضرتين، الصياغة اختيار الاستراتيجية المحددة أو تبني، يعني تبني هذا يسمى formulation.
بالتالي يعني ان استراتيجي امبلمنتيشن اللي هو التنفيذ الاستراتيجي هذه كونسيرت ماذا تشير. خلاص احنا تعرفنا على انه السياقه هذه تشير او تتعلق باختيار الاستراتيجيه من حيث المكان والكيفيه. طيب ماذا تشير التنفيذ الاستراتيجي؟ تشير الى انه the organizational coordination and integration of how work gets done. هذه التنفيذ يشير الى انه يعني هذه يشير او يتعلق بانه تقسيم وصياغه الاستراتيجيه وتنفيذها على الجانب الخاص في المجال المحدد، او من خلال التنسيق والتكامل لكيفيه انجاز العمل في الجانب المحدد. الكوردينيشن اللي هو تنسيق. بالتالي in short it concerns the execution of a strategy. بالتالي it is helpful to break down strategy formulation and implementation into three distinct areas. بالتالي corporate, business and functional. المستوى الكوربريت على مستوى الشركة ككل. كوربريت معناها شركة، المستوى الشركة. تمام؟ الليفل البيزنس ليفل على مستوى وحدات الأعمال. فانكشنال على مستوى الوظائف. مستوى الوظائف. هذه المستويات الاستراتيجية. طيب. الكوربريت استراتيجي اللي هو النوع واحد النوع الأول. هذه كونسيرنز كويشنز ريليتنج تو وير تو compete and terms of industry markets and حتى الجغرافي النطاق الجغرافي. هذه تتعلق بالمسائل المتعلقة بأماكن المنافسة، يعني من حيث الصناعة والأسواق والمناطق الجغرافية. ما هي الأسواق المستهدفة؟ ما هي المناطق الجغرافية التي نغطيها نحن كشركة؟ هذه الشركة، استراتيجية الشركة اللي هو الكوربريت استراتيجي. طيب البيزنس استراتيجي، هذه البيزنس استراتيجي concerned the question of how to compete، يعني كيف يتم المنافسة. بالتالي تتوفر ثلاث استراتيجيات نتكلم عنها إن شاء الله محاضرة كاملة، اللي هو تسمى بالجينيريك استراتيجي. الجينيريك هؤلاء اثنين، اللي هو استراتيجية قيادة التكلفة الكوست ليدرشيب ديفرنشيشن التمييز اللي هو الفاليو انوفيشن اللي هو الابتكار، ابتكار القيمة. طيب فورميليشن أو functional strategy، بالتالي هذا concept يتعلق the question of how to implement choosing business strategy. استراتيجية الوظيفية هذه تتعلق بتنفيذ الاستراتيجية التي تم اختيارها choosing التي تم اختيارها أو تم اختيار choosing التي تم اختيارها في المجال المحدد. بالتالي هذا الشكل بوضح لنا الثلاث استراتيجيات في المجال معين اللي هو هذا الشكل. هنا هنا الكوربريت على مستوى الشركه ككل، هنا دي على مستوى وحدات الاعمال، وحده الاعمال نمره واحد، وحده الاعمال نمره اثنين، وحده الاعمال رقم ثلاثه، هذه وحدات الاعمال. هذه الفانكشنال الوظائف، الوظيفه اللي هو الاولى، الوظيفه الثانيه، الوظيفه الثالثه، الوظيفه الرابعه، يعني تسلسل مستوى الشركه، مستوى وحدات الاعمال، ومستوى اللي هو الجانب الخاص بالفانكشنز او الوظائف. تالي يعني also بالرغم من انه يعني هناك يعني شركه ان الموظفين والافراد يخضعون لقرارات استراتيجيه، لكن يكون على مستوى الشركه او الجانب الوظيفي المديرين هذا يقومون بالجانب الخاص اللي هو الجانب الخاص بالكوربريت اكزكتيفز. بالتالي هؤلاء المديرين او يعني الاكزكتيف يقوموا على مستوى الشركه او يعني مسؤولين من الاستراتيجيه على مستوى الشركه، وبالتالي يقومون ب تحديد الصناعة والأسواق والمناطق الجغرافية المحددة أو حتى يعني الاندستري والماركت وكذلك اللي هو الجيوغرافيس أو المناطق الجغرافية. بالتالي هذا زي R بناء على أنه يعني يكون في يعني responsible which means مسؤولية. They are responsible for settings overarching strategic objectives and allocating scarce resources، يعني تخصيص الموارد among different business divisions، يعني لازم يكون في تخصيص الموارد على مستوى المستويات المختلفة. The objectives of corporate levels على المستوى استراتيجية على مستوى الشركة بالتالي is to increase overall corporate value so that
It is higher than the sum of the individual business units. يعني الهدف من الاستراتيجية على مستوى الشركة هو زيادة القيمة الإجمالية للشركة بحيث تكون أعلى من وحدات الأعمال الانديفيدوال الفردية، وحدات الأعمال الفردية، هذه على مستوى الشركة. طيب بزنس استراتيجي على مستوى وحدات الأعمال across within strategic business units of يعني ال SBU اللي هو الاستراتيجية على مستوى وحدات الأعمال strategic business units، هذا اختصار ال SBU ال BU strategic business units. بالتالي the standalone divisions of lab of layer هنا في الجانب الخاص. بالتالي يعني على مستوى نشرح الكلمه نشرح اللي هو الجزئيه الاولى هذه بزنس استراتيجي او الاستراتيجيه على مستوى يعني وحدات الاعمال داخل الوحدات داخل كل وحده يكون في وحدات عمل معين ويكون في اقسام مستقله لتكتل معين بالتالي تكون مسؤوليه تماما عن الربح المتعلق بهذه الوحده. يعني انت كرئيس وحده بالتالي تكون مسؤوليه يعني تكون مسؤول مسؤوليه تامه عن البروفيت او عن اللوس الربح والخسائر كلها تكون من مسؤوليتك انت as a manager of units. تمام يعني كل وحده تكون مسؤوله عن الارباح والخسائر الخاصه بهذه الشركه. هذه الاستراتيجيه على مستوى وحدات الاعمال. بالتالي هنا برضو including هذه الاستراتيجيه including cost leadership differentiation and value innovation. استراتيجية قياس التكلفة والتمييز في المنتج وكذلك ابتكار هو الابتكار تسمى ابتكار القيمة. لماذا؟ In their total quest for competitive advantage في سعيهم لتحقيق الميزة التنافسية. عشان نحقق الميزة التنافسية لابد اننا نتبع هذه انواع الاستراتيجيات. Within each strategic business unit are various business functions. يعني داخل كل وحدة خاصة بعمل وحدة عمل استراتيجية على مستوى وحدة الأعمال بالتالي في business functional في 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 وظائف عمل مختلفة اللي هو الأكاونتينج مثلا المحاسبة والفاينانس والهيومن ريسورس مانجمنت برودكت ديفلوبمنت وكلها عبارة عن وظائف أو وحدات تسمى استراتيجيات على مستوى الوظائف. عفوا هذه تسمى استراتيجيات المستوى الفانكشنز او الوظائف. بمعنى وظيفه المحاسبه، الوظيفه الماليه، وظيفه الموارد البشريه، دي كلها عباره عن وظائف. الماركتنج، التسويق، ديفلوبمنت، اوبريشنز. يعني هذا يحدد انه كل وحده عمل لديها وظائف عمل مختلفة الوظائف الخاصة بالمجال المحدد. طيب. Moving on the last topic in this lecture, lecture 2, الموضوع الثالث the strategic management process اللي هو عملية الإدارة الاستراتيجية. في عملية الإدارة الاستراتيجية we can discuss the three type of strategy. بالتالي النوع الأول استراتيجية strategic planning للتخطيط الاستراتيجي scenario planning تخطيط السيناريو والاستراتيجي as planned emergency التخطيط يعني أول استراتيجية حسب planned المخطط لظهور شيء طارئ أو لظهور شيء ناشئ جديد طارئ لابد أنه نعالج هذه الشيء من خلال تطوير استراتيجية محددة. طيب the first one top down strategic planning هو الاستراتيجية التخطيط الاستراتيجي من أعلى إلى أسفل. هذا النوع الأول اللي هو لما نقول التخطيط الاستراتيجي أي تخطيط استراتيجي اللي هو top down يعني top down بالتالي معناها من الإدارة العليا إلى الإدارة الدنيا يعني أو من أعلى إلى أسفل. The purpose يعني أول يعني الجانب الخاص بأنه الاستراتيجية هذه تكون من أعلى إلى أسفل من بداية ظهور أو من بداية تطبيق هذه أو من بداية ظهور هذه الاستراتيجية. متى ظهرت هذه الاستراتيجية أو متى يعني بدأت تنفيذ هذه الاستراتيجية على مستوى الشركات بعد الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية في ظهور للتكنولوجيا وفي نمو growth of a corporation الشركات نمت
بالتالي a company executive المديرين التنفيذيين بالنسبة للشركات needed احتاجوا to way of manage over more complex. في العمليات بقت معقدة جدا هذه الكومبلكس، بالتالي المديرين التنفيذيين قرروا انهم يعني يطوروا شيء معين يستخدموه، وهذه الشيء التي يتم استخدامه تساعدهم في تنفيذ الاعمال. بالتالي زي بيجان هم بدوا زي بيجان تو يوز استراتيجيك بلاننج، بدوا انه يستخدموا التخطيط الاستراتيجي، يعني تم استخدامه من قبل المديرين التنفيذيين في الشركات بعد الحرب العالميه الثانيه. بالتالي سو وات از استراتيجيك بلاننج مينز؟ استراتيجيك بلاننج توب داون استراتيجيك بلاننج، بالتالي الدرايف فروم ميلتري استراتيجي، يعني هو التخطيط الاستراتيجي هذا يعني تم وضعه او يعني الاكس يعني هو يعني من الذي قام بهذا وضع هذه الاستراتيجيه؟ يعني هو الذي قام يعني تم استخدام الاستراتيجيه من قبل يعني مجموعه من الشركات، بالتالي وهذه الشركات من اين اتت؟ اتت فكره التخطيط الاستراتيجي من التخطيط او اللي هو بعد الحرب العالميه الثانيه، وكذلك الخطط العسكريه لكن بدأت تطبق في المنظمات لتقليل المهام او لي يعني تنظيم المهام الموجوده داخل العمليه الاداريه. بالتالي استراتيجيك بلاننج بالتالي is a rational process through which executive attempt to begin بالتالي future success. بالتالي التخطيط الاستراتيجي عمليه عقلانيه. بالتالي هذه العملية العقلانية من خلاله يحاول المديرين التنفيذيين برمجة النجاح المستقبلي. بروجرام فيوتشر سكسس برمجة النجاح المستقبلي. لذلك يعني كل المديرين التنفيذيين يعني ركزوا على وضع هذه الاستراتيجية، ومن أعلى إلى أسفل التعليمات بتجي من أعلى إلى أسفل، تنفيذ هذه الاستراتيجية من أعلى إلى أسفل. بالتالي هذه الاستراتيجية تكون بنفس الكيفية. يوضح الشكل هذا الخطوات الثلاثة للتحليل والسياق والاستراتيجية، الخطوات الثلاثة يعني الاناليسيس فورموليشن اند امبلمنتيشن. هذه الاناليسيس وضحناه اللي هو بخلي الفيجن والميجن والاكسترنال اناليسيس والانترنال اناليسيس. نحلل هذه ان شاء الله، نتحدث محاضرة كاملة عن الانترنال والاكسترنال. فورموليشن ثلاثة استراتيجيات مهمة جدا، كوربريت بزنس اند فانكشنال. هذه يعني استراتيجية لمستوى الشركة على مستوى وحدات الاعمال، وكذلك المستوى الوظائف. الامبلمنتيشن هناك اليات للتنفيذ. ما هي اليات التنفيذ الاستراتيجيه؟ اول حاجه الاورجنايزيشن ستراكشر هيكل تنظيمي، كلتشر ثقافه تنظيميه، الكنترول اللي هو الرقابه الاستراتيجيه، ايضا الكوربريت جوفرنس اند بزنس ايثكس which is very important، يعني حوكمه الشركات واخلاقيات الاعمال. لازم يكون في نظام حوكمه لمنع الفساد الموجود داخل المنظمات. بالتالي الحوكمة آلية من آليات التنفيذ الاستراتيجي. الحوكمة يعتبر آلية من آليات التنفيذ الاستراتيجي. So what next؟ بالتالي top executives tie the allocation of the national corporate budget to the strategic plan and monitor ongoing performance accordingly. بالتالي يعني الكبار المسؤولين ربطوا انه المسؤولين التنفيذيين يعني او الكبار في الشركه يعني ربط انه تخصيص الموارد او تخصيص الميزانيه الخاصه بالموارد، هذه تخصيص الميزانيه السنويه يعني مربوطه بالخطه الاستراتيجيه او مربوطه بالتخطيط الاستراتيجي استراتيجيك بلان، وكذلك مراقبه الاداء المستمر وفقا للجانب الخاص بالخطه الاستراتيجيه. عشان اراقب الاداء لابد يكون لديه خطة استراتيجية ongoing performance. طبعا الخطة الاستراتيجية يتم تقسيمها إلى خطط مستقبلية إلى خطط يعني قصيرة المدى. داخل الخطة الاستراتيجية we can يعني define نحدد خطط مرحلية. بالتالي نتيجة الأداء وكذلك التنبؤ المستقبل والماضي كل بناء على وكذلك البجت الميزانية هذه البجت الميزانية كلها بناء على وفقا للي هو الجانب الخاص بالخطة الاستراتيجية للشركة الاستراتيجيك بلان أو الخطة الاستراتيجية بالنسبة للشركة. بالتالي top down strategic planning
more often rest of the assumptions that we can predict the future from the past. يعني التخطيط الاستراتيجي هذا غالبا ما يعتمد على او يعتمد اللي هو الجانب الافتراضات انه يمكن التنبؤ بالمستقبل والماضي. يعني هذا السبب دي كلها مبررات لاستخدام تخطيط استراتيجي، وكذلك يتنبأ المديرين الاستراتيجيين بنجاح المنظمة أو نجاحهم هم كمديرين في تحقيق الأهداف الخاصة بالمنظمة من خلال وضع خطة يسمى التخطيط الاستراتيجي. لماذا؟ لأنه يمكن بالتنبؤ المستقبل، لأنه أي خطة مستقبلية مجهولة. الفيوتشر هذا مجهول. أي فيوتشر أي مستقبل مجهول، بالتالي التخطيط الاستراتيجي يديك التنبؤ المستقبل، لكن مع الاستعداد الجيد لهذا المستقبل. لأن هناك متغيرات بيئية، متغيرات بتحصل في البيئة، بالتالي لابد أنك تراعي هذه المتغيرات البيئية. بالتالي يعني النهج بتاع التخطيط الاستراتيجي من أعلى لأسفل هذه مهم جدا، يعني مهم جدا للمديرين التنفيذي لهذه المبررات التنبؤ المستقبل. The second one يعني عملية الإدارة الاستراتيجية، النوع الثاني سيناريو بلانينج. يعني الاثنين هذه من الاثنين، سيناريو بلانينج معناه تخطيط السيناريو. ايضا السيناريو بلانينج يكون هو من اعلى الى اسفل. Given that the only I could in the change should managers even try to strategically plan for the future. يعني هل يجب للمديرين محاولة التخطيط المستقبل التخطيط الاستراتيجي للمستقبل؟ طيب the answer is yes. نعم. لماذا؟ But they also لكن need to expect that unpredictable event will happen. توقع انه حدث ما ممكن يعني هما حدث ما غير متوقع ممكن يحدث. بالتالي يمكن ان نقارن التخطيط الاستراتيجي في بيئة تكون ما لا سريعة التغيير. يعني اي تخطيط استراتيجي بيكون في بيئة رابط، بيئة تكون سريعة التغيير في المجال المعين او fast changing environment. The fourth department option. بالتالي هذه هي البيئة. There is no way to know when the next emergency will rise. يعني بجسد السيناريو كطبيعة نفس طبيعة الخطة الاستراتيجية والطريقة الخاصة اللي هو الخاص بالخطة. لكن عندما كنا نشرح السيناريو هذا بمفهوم عام ونربط هذه بالجانب اللي هو المعروض أمامنا كتخطيط للسيناريو، لازم نحدد المدير يحدد احتمالات أو سيناريوهات أن هناك تكون احتمال ما أو شيء ما تحدث. لذلك تضع سيناريوهات محددة أو أولا سيناريوهات رئيسية، وتقسم هذه السيناريوهات الرئيسية إلى سيناريوهات فرعية، وتكون مستعد إذا حدث شيء ما في ظل متغيرات بيئية سوف تعالج هذه الأحداث من خلال توقعك للسيناريوهات. هذا السيناريو بلانينج. طيب in the same way scenario planning ask thus what if إنه الطريقة يعني الخاصة بالسيناريو كما شرحت تعمل احتمالات إنه ماذا لو نحن بقينا يعني نحن استعدينا لحدث ما ممكن يحدث. هذا اللي هو الفلسفة بتاع السيناريو بلانينج، تخطيط السيناريو. ماذا لو احنا بقينا مستعدين لمتغيرات بيئية تحصل أثناء ممارسة الشركة للأعمال. هذا هو الفلسفة الخاصة بالسيناريو. بالتالي similar to top down strategy يعني طبيعتها من أعلى إلى أسفل، يعني من أعلى إلى أسفل القرارات فيها من أعلى إلى أسفل. هذه طبيعة السيناريو. Scenario planning also states with a top-down approach to the strategy process. يعني كعملية استراتيجية السيناريو بلانينج كذلك هو كنهج استراتيجي من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. هذا هو السيناريو بلانينج. So demonstrated يعني demographic shift may alter the ethnic diversity. في الجانب الخاص يعني بإطار عمل أول يعني السيناريو هذا
في الجانب الخاص في الجيوغرافيك، جيوغرافيك اللي هو التحولات الديموغرافية أو الديموغرافيك، هذه الدايفرسيتي التنوع في الأذواق وفي النهاية، بالتالي هذا تؤثر على سلوك المستهلك والتقدم التكنولوجي والأشياء هذه، لازم احنا نضع سيناريوهات لهذه الأشياء كلها لكي نعالج الجانب الخاص بالاستراتيجية. To model the scenario planning approaches place بالتالي the elements in AFI strategy for work اللي هو الاناليسيس والفورميليشن والاي، هنا بوضح انه يعني كنهج الخاص بالاستراتيجيك بلاننج طوالي، يعني هذا تضع العناصر في اطار عمل استراتيجيات الخاصة بالفريم ورك الاناليسيس والفورميليشن والامبلمنتيشن كحلقه بتاع تغذيه مرتده مستمره يؤدي الى التحليل الخاص والتنفيذ، وكذلك اللي هو الجانب الخاص بالعمليه الخاص بالصياغه. يعني شيء شكل بالتالي بتوضح انه حلقه التغذيه الراجعه فيما يتعلق بالجانب الخاص بالسيناريو بلاننج. هذا الشكل يوضح انه يعني من الاناليسيس ذهبنا الى الفورميليشن، ومن ثم الى اللي هو الكوربريت استراتيجي، ومن ثم بدا مره اخرى الحلقه من الجانب الخاص من الكوربريت استراتيجي بالعوده الى الاناليسيس مره اخرى. So. اخيرا استراتيجيك اس بلانيت ايمرجنس توب داون اند بوتون اب، الاستراتيجيه كظهور مخطط من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى، هذه نوع من الاستراتيجيه كذلك. بالتالي في هذا النوع يعني بتاخذ مسارين من الاعلى الى الاسفل ومن الاسفل الى الاعلى، يعني هذه فيها نوع من المرونه فليكسبيليتي، هذه النوع من الاستراتيجيه تميزت بالفليكسبيليتي او المرونه. طيب في هذا النوع يعني التخطيط الاستراتيجي بالنسبه للشركه او المنظمه تكون مرن بمعنى اي مستوى من المستويات الاداريه بالتالي ممكن ان يتخذ قرار او يتخذ قرار او توجيهات او تعليمات في الجانب الخاص بالعمل، لذلك وصف بانه فليكسبيليتي او المرونه، يعني مرن في المجال المحدد. بالتالي يعني to be successful the strategy should be based on the answering vision and not be hard data alone. لكي نكون هذه الاستراتيجية ناجحة الخاصة اللي هو بال up down down، يعني حتى يعني هنا حتى الشخص الموجود في الإدارة الدنيا له الحق انه يعني يتخذ قرار او شيء ما، لانه التوجيهات فيها من اعلى الى اسفل من اسفل الى اعلى. بالتالي لكي تكون هذه الاستراتيجيه ناجحه successful strategy بالتالي should be based on the inspiring vision and not on hard data alone. على رؤيه، هذه الرؤيه تكون رؤيه ملهمه ولكن ليس على بيانات، هذه بيانات تكون بيانات صلبه او بيانات غير hard data، لكن محتاج لرؤية تكون رؤية ملهمة. الرؤية الملهمة بالتالي من خلال نجاح هذه الاستراتيجية. According to this more holistic model، يبقى لهذا النموذج هناك يعني شمولية أو هذا ويكون أكثر شمولا، أكثر شمولا لماذا؟ لأنه بتاخذ كل المسارات. We have more than one strategy، في هذه الاستراتيجية لدينا أربع أنواع أو ثلاثة أنواع أو أكثر من استراتيجية. أول حاجة الـ intended strategy، استراتيجية مقصودة. The outcomes of retention بالتالي ذات structured top down strategic plan، الاستراتيجية المقصودة نتيجة لخطة استراتيجية، هذه يعني تكون منطقية ومنظمة لكن بتاخذ من أعلى إلى أسفل اللي هو top to down strategy، هذه تسمى استراتيجية intended strategy أو الاستراتيجية المقصودة. لماذا هذه الاستراتيجية يعني المتوقعة يعني في النهاية نصل لحاجة تسمى عن realizing strategy، استراتيجية يعني غير محققة أو استراتيجية غير محققة في المجال معين المقصودة هذه. طيب يعني هنا شوف يعني المسار كما وضحنا انه هنا من الجانب الخاص الى realize المقصودة،
من Analysis, Formulation و Implementation, أيضا أخذ مسار آخر اللي هو Bottom Down, بدأ الثاني من الأسفل إلى الأعلى, من الأسفل إلى الأعلى. هذه الاستراتيجية الخاصة بالسيناريو. هنا Realize Strategy is a combining of top down and strategic and bottom down images strategy, يعني من أعلى إلى أسفل, من الأسفل إلى أعلى. أيضا هنا اللي هو affirms realize strategy. في استراتيجية تسمى في, يعني في الإمرجنسي هذه, في استراتيجية تسمى استراتيجية اللي هو استراتيجية المحققة أو المدركة. المدركة هذه الاستراتيجية is generally formulated through combination of its top down strategy intentions and bottom down image strategy. يعني هذه الاستراتيجية تتم صياغتها بشكل عام من خلال مجموعة من النواة الاستراتيجية. بالتالي من أعلى إلى أسفل, بالتالي الاستراتيجية فيها تكون من أعلى إلى أسفل. هذه realize strategy أو تسمى الاستراتيجية المدركة أو المحققة. We have اللي هو an emergence اللي هو استراتيجي, بيسموه الاستراتيجية الناشئة. الاستراتيجية الناشئة describe any unplanned, يعني حاجات غير مخطط لها. بالتالي strategic initiative bubbling up from the bottom of the organization. هذه الناشئة تكون من أسفل إلى أعلى, لكن تصف هذه الاستراتيجية الانيشيتيف المبادرة, اللي هو تصف المبادرات. هذه المبادرة بالتالي غير مخطط لها في المجال معين من قبل المنظمة, لكن أي شيء إذا طاري من غير تخطيط اللي هو إمرجنس استراتيجي. أيضا من الاستراتيجيات اللي هو يعني ده الاستراتيجيك انيشيتيف المبادرة, وذا strategic initiative mean is a key feature in the strategy as a planet emergence model. هي استراتيجية رئيسية وسيمة رئيسية كنموذج طارئ مخطط. Finally we have strategic initiative also, يعني تعريف آخر ل initiative strategy is any activity affirm pursue to explore and develop new products and processes, new markets or new ventures. هي أي نشاط المبادرة أو المبادرة الاستراتيجية, هي أي نشاط نتيجة يعني أو شيء تنتهيه الشركة, نهج معين من الشركة. هذا النهج بالتالي لاكتشاف وتطوير منتجات وعمليات جديدة. هنا يعني تكتشف develop new product و process عمليات جديدة. هذه العمليات والمنتجات الجديدة أو كذلك الماركت أسواق جديدة أو project أو حتى مشاريع جديدة أو حتى ال ventures اللي هو like a project ventures مشاريع جديدة اللي هو المغامرات. يعني طبعا دائما هو مصطلح خاص بال entrepreneurship كرائد للأعمال في مجال معين. هذه ما يعرف بال strategic initiative. هنا أنا أكتفي بهذا القدر, أكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة الثانية من مقرر Strategic and Operational Management, المحاضرة بعنوان Strategic Leadership Managing the Strategy Process. هذا هو يعني المرجع أو مصدر المعلومة لهذه المحاضرة معروضة أمامنا, المرجع الأساسي لمقرر الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية Strategic Management Search Edition by Frank. هذا هو المرجع الرئيسي في المجال المحدد. Finally, I hope you enjoy with this lecture and I will talk to you in the next lecture. سبحانك وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.